نادي الزمالك. خلينا نروح للاستاذ حسام المندوه عضو مجلس اداره طبعا نادي الزمالك، نبارك له النهارده على مكسب نادي الزمالك، ويعني من بدايه الدوري الزمالك مركز بشكل كبير جدا، 3 نقاط في بدايه المشوار. دكتور حسام ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ مبروك النهارده. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. الحمد لله النهارده يعني بدايه، نقدر نقول بدايه مبشره. بدايه بقى في كل حاجه، انا اعتقد بدايه مبشره على مستوى نادي الزمالك، بدايه مبشره على مستوى الدوري والتنظيم، بدايه مبشره على مستوى التصوير، بدايه مبشره على مستوى اللعيبه الجدد بقى المعارين اللي رجعوا تاني لناديهم، واطمنا النهارده عليهم وعلى الاداء. يعني حقيقي بدايه كويسه الحمد لله رب العالمين. طيب يعني برضو زي ما انت كنت بتتكلم دلوقتي على التصوير والتنظيم في بطوله الدوري، بصراحه لازم نشيد بالامكانيات اللي موجوده في الفتره الحاليه، ودي حاجه مميزه مش في ماتشات الزمالك بس، او يعني في ماتشات الدوري كلها، وبدايه مبشره ان شاء الله لبطوله الدوري تكون منظمه بشكل كبير السنه دي. ان شاء الله. يعني يمكن النهارده انا طبعا اتفرجت على الماتش في الملعب، ولكن شفت اشادات كتيره حقيقه بالتصوير، ولما وانا كده وانا راجع في الطريق بتفرج يعني كده في الموبايل، فشايف المواضيع شكلها طبعا احسن بكتير. ويمكن برضو الرابطه النهارده كان الاستاذ احمد دياب كان موجود، والكابتن خالد رفعت في المباراه، وبوجه لهم حقيقي الشكر على التنظيم وعلى التفكير وعلى الفيجن او الرؤيه اللي احنا حاسين بيها. يعني ربنا يوفقهم ويقدروا يعملوا حاجه بشكل مختلف، دوري بشكل مختلف. يمكن النهارده برضو وانا داخل الملعب شفت الدنيا كانت ميسره. يمكن الماتش دوت احنا كنا حضرنا فيه اخر ماتش لينا في البطوله اللي احنا فزنا بيها الموسم اللي فات. يعني حقيقي فرق المشهد واضح، يعني ما بين دخولنا كان زي ميسر، الزحام اللي خارج الاستاد، جوه برضو التنظيم جوه مفيش حاله توتر جوه في تنظيم الجمهور. اي نعم الجمهور ما كانش كتير شويه، ولكن يعني ما كانش فيه، عارف لما الحاجه تتنظم بسلاسه من غير توتر ومن غير هنا بيجري وده بيعمل وده بيسوي، لا تحس ان الدنيا متسيستمه، الناس اللي داخله عارفه تقعد فين. وبرضه حقيقه برضه يا كابتن كريم، يعني برغم ان العدد النهارده مش كتير، يعني المتوقع يكون اكتر من كده، وان شاء الله في اللي جاي يكون اكتر من كده في حضور الجماهير، ولكن فكره ان الجمهور بقى يبدا يرجع الملعب وتبدا تسمع الصيحات بتاعته وهو بينادي على فرقته وبيغني النادي الزمالك، يعني تبدا عارف تستمتع بقى، ودي المتعه الحقيقيه في الكوره. يعني انا بعتبر النهارده يوم بدايه يعني الحمد لله حلوه في كل حاجه. 3 نقاط طبعا مهمين جدا جدا جدا، تقول هتبدا وانت مطمن، وان شاء الله باذن الله يعني يكون نهايه الموسم ان شاء الله خير لنادي الزمالك. دكتور حسام، عايز اتكلم عليكم كمجلس اداره نادي الزمالك، يعني شغلكم ازاي خلال الفتره القادمه، وعايز اعرف نهايه مده المجلس الحالي، لسه طبعا ما تحددش موضوع الانتخابات يعني. احنا وطبعا المفروض احنا الفتره بتاعتنا تنتهي في 23 نوفمبر. 23 نوفمبر. برضو المفروض ان احنا قبل نهايه اكتوبر نفتح باب التقدم او الترشيح، فتح باب الترشيح للانتخابات. ولكن احنا هنا بس منتظرين لسه نشوف تقرير اللجنه الخاصه بالعضو تنقية العضويات. أيوة. موقفها ايه، عشان هو ده كان السبب بتاع التأجيل يعني. فاحنا بنشوف النقطه دي نقدر امتى بالظبط، هل هنقدر يعني فعلا قبل اكتوبر ما ينتهي نبدا نفتح باب الترشح، ولا هنأجل شويه؟ يعني لسه مش معروف قوي الحته دي، ولكن آجلا عاجلا الحل او الانضباط حقيقي في نادي الزمالك يحتاج الى انتخابات. يعني ان شاء الله طبعا بالتوفيق لنادي الزمالك وليكم كمجلس اداره، وان شاء الله يكون في انتخابات كمان في نادي الزمالك عشان يبقى في مجلس طبعا منتظم، مجلس قاعد 4 سنين يقدر يشتغل بشكل منظم لنادي الزمالك. في اي جديد في موضوع اشرف بن شرقي يا دكتور حسام؟ تجديد اشرف بن شرقي؟
هو بس قبل ما اتكلم في موضوع بن شرقي بس عايز اكمل في الجمله الاخيره بتاعه الفتره اللي جايه في الانتخابات، لان دي حاجه هي مهمه جدا. النادي الزمالك محتاج مجلس منتخب، مجلس مستقر، ومنتخب مستقر حطهم كده وحط تحتهم 100 خط، لان النادي بدون الحاجتين دول استقرار مبني على انتخابات هيعاني من حاجات كتيره جدا يعني. طبعا. فنتمنى ان شاء الله للمجلس اللي ربنا يوفقه الفتره الجايه ان يكون هدفه الاساسي هو الاستقرار، وهي بقى مش بس المجلس يعني، دي بقى يعني نقول ايه نداء لكل ابناء نادي الزمالك، الفتره الجايه محتاجين نحافظ جدا على استقرار النادي، لان اتضح بفتره بسيطه جدا لما بتحدث حاله الاستقرار وانت اصلا عندك فرق قويه جدا موجوده حقيقه هي من مجالس سابقه، ولكن مع احداث حاله استقرار بتبدا تحصل على بطولات. طبعا. دي رساله مهمه جدا للي ربنا هيكرمه وهيجي في الفتره الجايه ان شاء الله. طيب موضوع اشرف بن شرقي والتجديد. هو بن شرقي يعني الـ يعني انا حقيقه مش هعرف اقول لك حاجه واضحه في الموضوع ده، ولكن انا شايف ان الدنيا ماشيه في اتجاه كويس. لكن يعني مش هقدر اقول لك دلوقتي تفاصيل يعني، بس الامور ماشيه بشكل كويس بالنسبه للتجديد اشرف بن شرقي يعني. ماشيه كويس يعني احنا من طرف النادي وطرف اللاعب برضو كده يعني اعتقد ان احنا كل مدى بنقرب وجهات النظر لبعض ان شاء الله لغايه ما ربنا ييسر، وبرضو حضرتك اكيد عارف والجمهور دلوقتي بقى كله عارف ان التاخير حتى اللي بيحصل ده بيحصل من اجل وضع ضمانات حقيقيه لوجود اللاعب في النادي بعد العقد، يعني ما نعملش عقد بشروط هزليه، فبالتالي يعني احنا نلام بعد كده. مع العلم يا كابتن كريم اذا احنا عايزين ناخد كريدت ويعني ناخد اسهم حلوه عند الجمهور الفتره دي ممكن نجدد باي طريقه وخلاص، وده غلط. احنا كده يعني بندبس اللي يجي لا نجدد بالشروط او طبعا بالشروط المناسبه لنادي الزمالك، شروط المناسبه نادي الزمالك اللي يخلي النادي فيه استقرار برضه. أيوة. نجدد مع لاعب وبعد شويه يسيبنا عشان احنا حاطين شرط جزائي ضعيف او غيره بالظبط، هو ده بس اللي مأخرنا في النقطه دي شويه، يعني برضه اقدر اقول احنا متأخرين لصالح نادي الزمالك، والموضوع مش موضوع فلوس، لا موضوع شروط تكون موجوده لضمان حقيقه نادي الزمالك. تمام. شفت ضربه الجزاء في الملعب بشكل واضح ولا لما رجعت في التلفزيون؟ ايوه شفتها في الملعب وشفتها في التلفزيون لما رجعت. يعني مش عارف المشكله فين، يعني مش عارف يعني. انا دايما مواضيع التحكيم دي هي ما بحبش اتكلم فيها كتير، ولكن دائما وابدا انت بتلاقي يعني من الناحيتين اعتراضات بعض الاوقات وموافقه بعض، يعني دايما ده بتلاقي الحكايه دي على طول يعني. بس في ملاعبنا وبره مصر في كل الدنيا يعني، ولكن في وجود الفار دلوقتي يعني مش ممكن، اذا في الفار كان موجود النهارده كان شغال النهارده يعني موجود، فبالتالي انا شايف ان ضربه الجزاء صحيحه جدا. بشكرك دكتور حسام ومبروك لنادي الزمالك النهارده. لكن شفت يا كابتن كريم بقى النهارده نقول ايه؟ يعني عايز اهني مصطفى فتحي بمستواه الرائع والمتعه بقى اللي احنا شفناها في الملعب، اهني عمر السعيد على الجون اللي جابه، لان ده بيدي ثقه ليه جدا وثق حتى لينا احنا كمان بقى نقول كجمهور يعني مش بس مجلس اداره، فدي الحاجات الحلوه نقول فاكهه النهارده الحلوه هو اللي شفناه في الملعب النهارده، وان شاء الله مع ماتش والثاني والثالث هنلاقي المستوى في تطور وتحسن، بحيث نطمئن تماما ان فرقتنا بالفعل هي الفرقه البطل اللي ما كناش محتاجين ندعمها من الخارج خالص، ولكن دائما وابدا بنقول محتاجين نركز ونحافظ على القوام الاساسي للفرقه ان شاء الله. بشكرك دكتور حسام المندوه طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك.